نبدأ منين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن صحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقد وصلنا عند قوله رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. أما الصفات النفسية هي صفة على صفات، النفسية صفة صفة واحدة، فهي راجعة. فأما الصفة النفسية كده، والصفات اللي هي تحت أمر إيه؟ أما الصفة السلبية، وأما الصفات السلبية اللي هي بالعكس، يعني عند النفسية أما الصفة، عند كده أما الصفة، أما الصفة إيه؟ النفسية. يعني الصفات منقسمة إلى كم فيه؟ إلى أربعة. أما الصفة النفسية فهي راجعة إلى حقيقة موصوفها ولا تسلسل لها. يعني عاوز يقول لك هي الموصوف نفسه. أما الصفة النفسية معناها إيه؟ هي في الأصل ليس صفة، لأن الصفة هي الوجود، والوجود هو إيه؟ نفس الذات دون معنى زائد عليها. لذلك العد الوجود في الصفات ده تسامح أن يقال كده في اللفظ ذات الله تعالى موجودة، لكن ما معنى الوجود؟ ليس أمرا زائدا ولا أمرا عدميا، إنما هو نفس، لا هي سلبية ولا هي وجودية، هي نفس الذات. لأما الصفة النفسية فهي راجعة إلى حقيقة موصوفها ولا تسلسل لها. هي معنى لا تسلسل لها، لأنه لو كان الوجود موجود، يعني له وجود، لأصبح الوجود الوجود وجود، والوجود وجود الوجود وجود، وهكذا فيتسلسل إلى إيه؟ إلى ما لا نهاية. ليه؟ عشان كده ايه اللي خلى منع التسلسل؟ انها ليست وجوديه، انما هي نفسيه. فمثلا صفه الوجود، هل الصفه نفسها موجوده؟ يبقى كده الوجود موجود. طب وجود الوجود موجود، ووجود الوجود، وهكذا. هذا هو ايه التسلسل. اما الصفه السلبيه او اما الصفات السلبية فلا وجود لمعانيها في الخارج، فلا يلزم من تقدير تسلسلها دخول ما لا نهاية له في الوجود. يعني كما كان في الصفة النفسية. نقرأ كده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف والشارع رحمه الله تعالى وتعالى كرمه وعلم شيخنا في الدارين امين: أما الصفات النفسية فهي راجعة إلى حقيقة موصوفها ولا تسلسل لها، وأما الصفة السلبية فلا وجود لمعانيها. يا هي الصفة النفسية هي حقيقة الموصوف. طب والصفة السلبية لا وجود لها أصلا، لا وجود لمعانيها في الخارج، ولا يلزم من تقدير تسلسلها دخول ما لا نهاية. يعني حتى لو قلنا إنها متسلسلة فلا يلزم من تسلسلها، من تقدير دخول ما لا نهاية له في الوجود. لأنه لو قدرنا أن الصفة أو الصفات السلبية
لها تسلسل، لأن معانيها متسلسلة، فهذا لا يضر لأنه معانيها عدمية، والذي يضر هو في المعاني الوجودية، لأنه يتسلسل شيء لا وجود له فما يضرش على إيه؟ على فرض يعني، أو على تقدير وجود أما الصفة النفسية فلا وجود لمعانيها في الخارج، فلا يلزم من تقدير تسلسلها دخول ما لا نهاية له فيه في الوجود. وأما الصفة السلبية فلا وجود لمعانيها في الخارج، فلا يلزم من تقدير تسلسلها دخول ما لا نهاية في الوجود. يعني لو قدرنا أنها متسلسلة مش هيضر شيء، لأنه عدمية ما في شيء موجود. إيه معنى الصفة السلبية؟ يعني مدلولها أو معناها أمر عدمي، سلبي يعني عدمي، فنسلم عنه معنى مش مضيف، لا نثبت، ده بنسلم سلم. يعني هي معنى مثلا صفة القدم صفة سلبية، معناها ايه؟ عدم الحدوث، عدم سلب ايه؟ الحدوث. معنى الوحدانية عدم التعدد، معنى البقاء عدم البناء، القيام بالنفس معناه ايه؟ معناه عدم ايه؟ الاحتياج الى الغير. لا ضرر في ذلك، ولهذا كان الاتصاف بهذين النوعين مشتركا بين الذوات والصفات. ولهذا كان الاتصاف بهذين النوعين مشتركا بين الذوات والصفات. ولهذا توصف الذات العلية وصفات المعاني. الصفة السلبية أما الصفات تخليها صفات، عنده صفة يخليها صفات، فلا وجود لمعانيها في الكائن، فلا يلزم من تفكير تسلسلها تقول ما لا نهاية له في الوجود، إن الذي يدخل في الوجود لا بد أن يكون إيه؟ له وجود أو موجود. فالعدم لا يقال ان العدم موجود، ان هو ضد الوجود. ولهذا كان الاتصاف بهذين النوعين مشتركا بين الذوات والصفات. ايه النوعين دول؟ ولهذا كان الاتصاف بهذين النوعين ثم الصفات السلبيه والصفه النفسيه، الاتصاف بهذين النوعين مشتركا بين الذوات وبين الصفات. هي الاشتراك بين مين يقول الاشتراك فيها؟ كيف يكون الاتصاف بهما مشتركا بين الذوات وبين الصفات؟ جميل، لأنه نقول الذات موجودة ونقول الصفات موجودة، فالوجود تتصل به الذات وتتصل به الصفات، مع أن الصفة لا تتصل، كيف تبقى صفة وتبقى لها صفة؟ لأن صفتها هي نفسها، هي نفس وجود الايه؟ الصفة. وبعدين الصفات السلبية نقول عليها ايه؟ أي لما نقول مثلا الذات قديمة، مش كده؟ لما نيجي في صفة العلم نقول إيه؟ صفة قديمة، نصف العلم بالقدم ونصف الذات بالقدم، إذا في اشتراك ولا ما فيش؟ افهم دي من دقائق المسائل.
يعني جبنا واحد كده وسألناه في الدراسات الأولى وقلنا له كده، ولهذا كان الاتصاف بهذين النوعين مشتركا بين الذوات والصفات. يختار فيها إذا ما كانش يعني كامل. ولهذا توصف الذات العليات وصفات المعاني القائمة بها بالوجود والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث والوحدانية. يعني الذات العلية وصفات المعاني القائمة بها بالوجود، يعني الذات توصف بالوجود والعلم يوصف بالوجود، والقدم والبقاء، الذات توصف بالقدم توصف بالبقاء وتوصف بالمخالفة وتوصف بالوحدانية، والصفات كذلك توصف به لأنها قديمة وباقية ومخالفة للحوادث وواحدة. صح ولا مش صح؟ أليس كذلك؟ لا. وأما برهان الجزء الثاني فواضح لا يحتاج إلى بيان، وبالله تعالى التوفيق. بين الجزء الثاني وأما برهان الجزء الثاني، أين هو الجزء الثاني؟ قلنا القيام بالنفس يمثل ايه؟ جزئين. الجزء الاول هو ايه؟ استغناءه تعالى عن ايه؟ المحل. والجزء الثاني يمثل ايه؟ استغناءه عن الفعل يعني المخصص. وبعدين برهان الايه؟ الجزء الثاني فواضح لا يحتاج الى بيان. ايه معنى واضح؟ يعني بانه تعالى لو كان له فاعل أو لو خصصه غيره بالوجود دون العدم لكان حادثا، وحنذكر في ذلك بطلان دليل الحدوث بالنسبة له تعالى. لو كان حادثا نحتاج إلى محدث ومحدثه إلى محدث، فإما أن يدور وإما أن يتسلسل، وقد ثبت بالبرهان القطعي بطلان الدور وبطلان التسلسل. لا معنى كده واضح لا يحتاج الى بيان. الله تعالى ولي التوفيق. ويجب له تعالى الوحدانيه، اي لا ند له في ذاته ولا صفه من صفاته ولا مؤثر معه في فعل من الافعال. يعني هنا لا مثل له في ذاته اللي احنا بنسميها وحدانيه للذات، ولا مثل له ولا صفة من صفاته نسميها وحدانية ليه، ولا مؤثر معه في فعل من الأفعال هي وحدانية الأفعال. إن الله تعالى واحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد في أفعاله. زي ما قلنا زمان معناها إيه الوحدانية؟ يعني نفي الكموم إيه الخمسة أو الستة، نفي الكم المتصل والكم المنفصل في المنفصل والمتصل في الذات، ونفي الكم المتصل والمنفصل في الصفات، ونفي الكم المنفصل فقط في الافعال، الا اذا فسرنا تفسير اخر في الكم المتصل فينفى ايضا. اذا نفي الكموم الخمسه ونفي او نفي الكموم للسته. لو كان معه مثل أو مؤثر لما كان واجب الوجود لاحتياجه حينئذ إلى من يخصصه بما يمتاز به عما يماثله عموما أو خصوصا. يعني أول شيء لو كان معه مثل، يعني له مثيل في ذاته أو في صفاته أو في أفعاله، أو لو كان معه مؤثر الشرط يكون مماثل، لكنه اشترك معه في التأثير يعني في الإيجاد في الصنع في الإبداع في القلب. إلا هيترتب لو كان معه تعالى مثل أو مؤثر يعني فاعل ثاني غيره، هيترتب على ذلك أنه تعالى لا يكون واجب الوجود. ما هيكون ممكن الوجود أو جائز الوجود؟ لماذا؟ لاحتياجه حينئذ، يعني إذا لم يكن واجب الوجود وحينئذ ده لازم تفكها كده، حينئذ فيها تنوين، ولولا إذا بلغت الحكوم وأنتم حينئذ، للتنوين هنا عوض عن جملة،
يعني حين إذ بلد الحضور، وأحيانا التنين يكون عوض عن حرف، فقد ما أنت قاض يعني قاضي، وأحيانا يكون عوض عن كلمة، ولكن يبقى عن كلمة عن حرف عن جملة، هنا عوض عن إيه؟ جملة عن جملة. إذ لو كان معه مؤثر مثل أو مؤثر لما كان واجب الوجود لاحتياجه، يعني عندما لا يكون واجب الوجود لاحتياجه حينئذ إلى من يخصصه، يخصص به لأنه طبعا له مثل أو معه مؤثر فيخصصه بما يمتاز به عما يماثله، سواء المماثلة في العموم أو في أو في الخصوص، وذلك يستلزم الحدود والعجز عن كل ممكن، يعني يستلزم الحدود لأنه طبعا يحتاج إلى مخصص يعني إلى باعث، وهذا إيه شأن الحادث، ويستلزم العجز عن كل ممكن لو كان معه مؤثر، يعني يؤثر في بعض الممكنات دونه، في هذه الحالة قدرته تعالى لا تتعلق بجميع الممكنات ولكن ببعضها، لأنه في البعض الآخر أثر فيه من غيره. فهمت كده المثل؟ روح على الشرح. لا شك أن وجود المثل له تعالى يستلزم أن يكون كل واحد من المثلين حادثا جائزا، يعني طالما له مثل وهو مثله ومثله مثله، إذا في هذه الحالة يجب أن يكون كل منهما حادثا جائزا، يعني هذا يكون حادث، وإذا كان حادثا يكون جائزا، وإذا كان جائزا يكون حادثا. ويمتنع أن يكون كل واحد منهما قديما واجبا، وبرهان ذلك يعني برهان ذلك يعود عليه على امتناع ان يكون كل واحد منهما قديما واجبا، يعني لازم يكون كل واحد منهما حادثا جائزا. وبرهان ذلك ان المثلين لما استحال ان يكون احدهما عين الاخر، ولذلك ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله، كده لأنه لو كان إلهاً لكان مثلاً كده، وله نفس الطاعة ونفس القيومية ونفس الخلق ونفس السماوات ونفس العباد ونفس الرزق، إذا في كده وما كان معه من إله، لو كان إله زيه بالضبط، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، هذا معنى المثلية. وبرهان ذلك أن المثلين لما استحال أن يكون أحدهما عين الآخر لزم أن يمتاز أحدهما عن الآخر، يعني المثلين ما ينفعش مستحيل أن يكون أحدهما عين الآخر، يعني هو نفسه ما ينفعش، يعني مثلا أنا مثله فلا يمكن أن أكون أنا أنت ولا أنت أنا، إحنا مثلين، يعني مثلا نقول إيه إدغام في التجويد، إدغام المثلين، إدغام إيه باء في باء أو ميم في ميم، فالحقيقة أن هما اثنين ما ينفعش تكون ميم واحدة، لو كان ميم واحدة الثانية ميم برضه، فعشان كده بنلزم الاثنين، أن لو كانوا هذه الميم هي عين الميم الأخرى يبقى هنلزم الشيء في نفسه، وهذا مستحيل، لازم في حاجة اسمها مدغم ومدغم فيه، يبقى كيف يكون المدغم هو المدغم فيه؟ يبقى يستحيل أن يكون احد المثلين هو الايه هو الاخر، يبقى لازم يكون ده غير ده، فاذا ثبت انه غيره يبقى لازم يمتاز واحدهما على الاخر، يعني نميز ده بايه وده بايه، يبقى لا بد ان يكون في كل منهما ما يميزه، وتمييزه لا يمكن ان يكون للذاتيات، يعني لو كان ده اله وده اله لما اثنين آلهة لا إله ولا إله، فكيف يمتاز أحدهما على الآخر؟ طب كيف تميزهم؟
حميدهم بالألوهية مش هينفع، ما هو ده إله وده إله. وتمييزه لا يمكن أن يكون بالذاتيات، الواجبات لوجوب اشتراك المثلين في جميعها، فتعين أن يكون بعرضي جائز. يعني مثلا لما نضرب الميم في ميم، لا يمكن أن نميز الميم عن الميم بالصفات الذاتية، لأن هذه ميم ودي ميم. أو مرحة ميزة كيف نقول لك دي ساكنة ودي متحركة، إذا ميزناها بأمور عرضية وليس بأمور ذاتية. فكذلك عاوزين هنا تمييز بالإيه؟ بما هو عرضي جائز اختص به أحدهما عن الآخر، مع جواز أن يكون لصاحبه. يعني الميم اللي احنا قلنا عليها متحركة ممكن تكون في موضع آخر ساكن، أو العكس، الساكن هي الايه؟ هي المتحركة. إن كل ما اتصف به أحد الاثنين من الجائزات فإنه يجوز أن يتصف به مماثله، وكل جائز فوجوده لا يكون إلا حادثا. فتعين أن يعني عاوز أقول لك كل جائز جائز فوجوده لا يكون إلا حادثا، لتأخذ منها القاعدة دي إيه؟ أن كل واجب فوجوده لا يكون إلا قديم جدا، ما دامت كل جائز وجوده لا يكون إلا إيه؟ يبقى كل إيه؟ واجب وجوده لا يكون إلا قديم. وكل جائز فوجوده لا يكون إلا حادثا، فتعين أن يكون العربي الذي امتاز به كل من المثلين عن الآخر حادثا. يعني معناها تعين أن يكون، احنا قلنا التمييز بالذاتيات لا ينفع، فلا بد أن يكون التمييز بأمور عرضية. لما نيجي للأمر العرضي اللي هو تعين أن يكون العرضي الذي امتاز به كل من المثلين عن الآخر حادثا، وكل من المثلين ملازم لهذا العرضي الذي يميزه عن صاحبه، فتعين أن يكون هو أيضا حادثا. ليه؟ نرجع للقاعدة الكلامية العظيمة، لأن كل ملازم للحادث فهو إيه؟ يعني شوف الجوهر ده ملازم للعرض، كل ملازم للحادث فهو حادث، فالعرض حادث والجوهر ملازم له فالجوهر حادث، ما لازم الحادث فهو حادث. والحدوث ينافي الألوهية لما عرفت في برهان قدم الإله وبقائه. يعني طالما وصلنا إلى أنه حادث يبقى الحدوث ينافي الألوهية. وأيضا ذلك العربي إما أن يكون كمالا فقد فات الآخر، وفوت الكمال نقص فيلزم أن يكون كل واحد منهما ناقصا. وأيضا ذلك العربي اللي هو الايه؟ اللي به التميز، إما أن يكون كمالا، يعني لما هنميز إله عن إله بشيء عربي، طب العرب ده إن كان كمال يبقى معناها ما دام ميزنا ده يعني ما موجود في واحد ومش موجود في الثاني، يبقى معناها الثاني ناقص، مش كده؟ وأيضا ذلك العرضي إما أن يكون كمالا فقد فات الآخر، وفوت الكمال نقص فيلزم أن يكون كل واحد منهما ناقصا. ليه؟ طب يلزم لأنه ده مثله، خلاص كده؟ وهو محال. وهو محال يعني أن يكون الإيه؟ الله. وإن كان ذلك العربي نقصا لزم أيضا اتصاف الإله بالنقص من أول مرة، وهو ظاهر الاستحالة. وأيضا تعدد الإله إما أن يكون بعدد خاص متناهي متناهي، عدد خاص متناهي، لا لو احتضف لا خلاص حد يقول لك احتضف الحركة وحاجي الوقت بإيه؟ بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض حركة، يعني لا تقف على متحرك ده القاعدة، ولا تبدأ بساكن،
لكن اذا رمت يعني اذا كنت بتقرا بالروم يبدا ايه لا تاتي بالحركه كلها ولكن تاتي ببعضها. يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك وطهرك. طبعا طهرك لما وقفنا على هذه اصبح زي كانها ايه مذكر لما توصل وطهرك اصطفاك برضو في الوصف اصطفاك برضو زي كانه رجل فتقول ايه ان الله اصطفاك اصطفاك فتاتي بيه بجزء مش اصطفاك لا اصطفاك بجزء ايه ورومك اسماع المحرك واقفا لصوت خفي كل دان تنول يعني يسمع القريب ولا يسمعه البعيد ده الروم. اما الاشمام اطباق الشفاهي بعيدما يسكن لا صوت هناك نستعين نستعين مفيش صوت يعني الروم يكون هيئة الشفتين على كأنه ايه كان على التقبيلة كالقبلة مثلا ما يكونش في الروم لا في المنصوب لا يكون في المجرور والايه والمرفوع. اما المفتوح فلا روم ولا اشمام المكسور في كام مثل الحمد لله رب العالمين ما باش لا روم ولا شمام فيها ثلاث اوجه على سكون الرحم العالمين 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 ثلاثه قط توصل اشباع على السكون فقط مالك يوم الدين يزيد وجها رابعا مالك يوم الدين الدين ده الروم لكن ما فيهاش ايه ما فيهاش اشمام انما اياك نعبد واياك نستعين عشان ده مضمون يبقى فيها الثلاثه الاولانيه فيها ثلاثه ثانيه على الايه ها على الاشمام وفيها وجه اللي هو السابع اللي هو الروم ولا يكون الا مع القصر لان الروم شان شان الوصله ما ينفعش تجيب عليه اربعه وسته اثنين فقط بس ورومهم كما وصلهم نسيب التوحيد روح على التجويد كله على قافة الدال توحيد تجويد وأيضا تعدد الإله إما أن يكون بعد عدد خاص متناه فيلزم اعتباره إلى المخصص فيكون حادثا يعني لو فرضنا إله متعدد طيب العدد ده عدد خاص متناه ثلاثة مثلا يبقى إيه اللي خلاه ثلاثة بدل أربعة ما هو تعدد أو إيه اللي خلاه أربع بدل خمس أو ممكن حتى خلناه عشرين أو إيه اللي خلاه عشرين بدل واحد وعشرين أو بدل ثلاثين أخر قلنا مئة إله إيه اللي خلاهم مئة بدل مئتين أو بدل ألف أخر قلنا وهكذا لا بد حيبقى هنا في إيه مفتقر إلى المخصص طالما وقفت عند عدد إيه خاص أخر قلنا متعدد من غير نهاية يلا هذا كده ملوش إيه أول ولا آخر وهو ممكن واحد يقول لك كده ما دمت انت هتمسك يقول لابد يكون فينا قيد وطالما انتهينا الى عدد يبقى تعال ايه اللي خلاهم 20 مش 21 افرض كل واحد هيقول لك مش 22 50 مش 100 وهكذا واما ان يكون بعدد لا نهايه له فيلزم الدخول ما لا نهايه له في الوجود وهو ظاهر الاستحاله يعني اذا قال لك ان الآلهة هذه محصورة في عدد حيكون الجواب إنها مفتقرة إلى مخصص ممن يخص الآلهة من 360 وليس 370 ولا بد يكون في مخصص إيه اللي خص في العدد ده فروح أنت عاوز تحل الإشكال أو عاوز تهرب من هذه العقبة فتقع في إيه في بئر هتقول لا بعدد لا نهاية له وقعت في إشكال أصعب وهو دخول ما لا نهاية له في الوجود وهو ظاهر الاستحالة لأن كل ما دخل في الوجود فهو متناهي فيصبح أنه دخول ما لا يتناهى فيما هو متناهي
وهذا ايه بدائي الاستحاله. وايضا يلزم ان يكون كل واحد منهما عاجزا عن كل ممكن لمساواته ما بالامكان والحدود لسائر الحوادث. وايضا يلزم ان يكون كل واحد منهما عاجزا عن كل ممكن لمساواته ما بالامكان والحدود لسائر الحوادث التي قد عرفناها بالضروره. يعني حيلزم ايضا ان يكون كل واحد منهما عاجزا عن كل ممكن لمساواتهما، المساواة هذا بإيه؟ بالثاني، في الإمكان والحدوث لسائر الحوادث التي قد عرفنا بالضرورة عاجزها عن إيجاد الأجرام وإيه؟ وإعدامها. نحن نعرف بالضرورة أن الحادث ما له إيه؟ له محدث، فلا يمكن أن يكون قد أحدث غيره إذا كان هو عاجز عن إيجاد أو إحداث نفسه، فكيف يحدث إيه غيره؟ فالمعنى كده حيلزم من كون هذا حادث والآخر حادث أن يعجز عن كل ممكن لمساواتهما في الإمكان والحدود لسائر الحوادث التي عرفنا بالضرورة عجزها عن إيجاد الأجرام وإيه؟ أو إعدام الأجرام، لأن هي مفتقرة إلى الموجب، فكيف توجد غيرها؟ يعني فاقد الشيء لا يعطيه. يعني أنا لو أوجدت العالم أو خلقت الناس لما كان الأولى أن أوجد نفسي، وهو عاجز عن إيجاد نفسه فمن باب أولى أن يكون عاجز عن إيجاد غيره. فأدلة التوحيد أدلة عقلية يقينية قطعية، كيف سبحان الله قمس على بعض العقول فغابت عنهم هذه القطعيات. يهدي الله بنوره من يشاء، يهدي الله من يشاء ويضل من يشاء. ولو كان أوجد نفسه لكان جائزا، إنما هو واجب الوجود. من الذي يحتاج إلى موجد؟ الذي سبق وجوده بعدم. إنما الواجب لا بداية بوجوده، فلا يحتاج إلى مخصص ولا يحتاج إلى موجد. فالسؤال من نفسه. عندنا ثلاث أقسام الحكم العقلي، ثلاث: واجب وجائز ومستحيل. الذي يحتاج هو المتساوي في الطرفين هو الجاهز، والذي يحتاج الى مخصص يعني الى فاعل. اما الواجب لو قلنا يحتاج الى تحصيل حاصل وهو موجود، ده لا يقبل العقل الا انه موجود، لا يتصور في العقل عدمه، فكيف يقال انه اوجد نفسه؟ فكلمه اوجد نفسه باطل، المحدث فيها دواء. لو كان أوجد نفسه لكان هو متقدم على نفسه ليوجد نفسه، وهذا باطل في العقل. يعني مثلا أنا أوجدت نفسي، فلا بد أن أكون أنا قبل أنا حتى أوجد أنا. أنا بلا كلام من العقل السرائر اللي مش هيقول لك يا أنت قبل أنت، كيف أنت وقبل؟ يعني شوف، يلزم أن يكون الشيء الواحد اللي هو لو كان أوجد متقدما على نفسه متأخرا عنه، وده عين التناقض. يعني أكون أنا متقدم بصفة موجد ومتأخر بصفة موجب، كده؟ وده اجتماع النقيضين. يعني مثلا لو قلنا أن العالم أوجد نفسه من غير الله، بمعنى كده أن العالم لازم يكون قبل العالم. ليه؟ عشان يوجد العالم نفس العالم. هذا معناه أن العالم سابق ومسبوق، متقدم ومتأخر، خالق ومخلوق. ولا يكون الخالق مخلوقا ولا المخلوق خالقا، ولا المتقدم متأخرا ولا المتأخر متأخرا. هذا بدهي للسقوط والاستحالة. ويلزم أيضا عجز الاثنين في الألوهية من جهة التمانع بين إرادتيهما وقدرتيهما. أعدل ده الدليل اللي يمشي معك. ويلزم أيضا عجز المثلين
في الألوهية في دليل بيسموه ايه؟ برهان التمام، وهو نفسه بيسموه برهان التوارد، يعني حتتوارد قدرتيهما على شيء واحد، او خلينا في الايه اللي هو يعني ماشي مع الايه مع اوليات العقل اللي هو التمام. هي معنى التمام ده اله وده اله، فقد يريد احدهما ايجاد شيء، يعني مثلا واحد فيهم يريد خلق زيد والاخر يريد عدم خلق زيد، يعني اعدام زيد. فايه الافتراض؟ الافتراضات العقليه. ولو كان انا مفكر وعندي العقول هنجيبها في الاخر. واحد فيهم عاوز يخلق زيد والثاني مصمم على عدم خلقه، وده اله وده اله، فاما ان ينفذ المرادان معا، وهذا معنى ايه؟ مستحيل ان يكون زيد موجود وغير موجود، ونفذت الارادتان اذا زيد مخلوق وزيد غير مخلوق، هذا مستحيل. لا، وان نفذ مراد واحد هو الاله والثاني مدعي كذاب يعني منتحل شخصيه. طب افرض لم ينفذ مرادهما معا، هذا تمام، يعني واحد كل فيهم واحد يمنع الاخر كده. ولذلك شوف كده في الآية ولا على بعضهم هم اتخذوا الله ما كان معه إذا لذهب كل الإله ولا على بعضهم، كل واحد عاوز ايه يزيح الثاني ويستعلي عليه وياخذ ينفرد وحده من ايه بالألوهية، يعني ما يرضاش بالشركة. يعني كلمة إله نفسها ما تقبلش في العقل كده، لا تقبل موضوع الاشتراك. حتى فرعون لما ادعى الالوهيه خلها منزه خادم او وزير، ما رضيش يخليه معاه لانه عارف ان الالوهيه ما تنفعش فيها موضوع الايه؟ الشركه. لذلك اول ما ادعى قال يا ايها الملا ما علمت لكم من اله غيري، نفى الالوهيه عن غيره. قد عرف منين ان الاله لا يكون الا واحدا؟ قال عرفها بالعقل او من كلام الانبياء. يقول إله الحق لا يكون له، فخذ خطف الكلمه دي وراح ايه نزلها على الوضع اللي هو فيه. يعني هو يعتبر فرعون على كده ليس مشركا، انما هو موحد بس بنفسه، موحد نفسه ما رضيش يشرك معاه. انه لو عمل الشرك ما كانش قبل في العقل، كان رفض. سواء اتفق على ممكن واحد او اختلف. قل لو كان معه آلهة كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا. يعني ليه يبتغوا الآلهة الصغيرة دي ذي العرش؟ إله كبير، هيحاولوا ايه يتخذوا سبيلا للوصول اليه. حاجة من اثنين، العقل يقول لك يا اما ان كان قوي جدا ما يستطيعوش ازاحته على العرش، وده معناها حيتذللوا لي ويتقربوا لي، ولو استضعفوه هيروحوا زايحينه واخدين منه ليه العرش. اذا لابتغوا سبيلا، يعني اما لمغالبته واما ليه للتزلف والتقرب منه. اما ان اختلف فظاهر. ويلزم عجز المثلين في الألوهية من جهة التمامع. عارفين كلمة التمامع؟ يعني يتمانع بأن يريد أحدهما شيئا ويريد الآخر ضده، يعني فهيعقل بعض أو التمامع هيعقل بعض. أنت تجيبه يمين وروح الثاني يجيبه إيه شمال، فروحوا إيه ما فيش حاجة هتخلق. لأن واحد يريد خلق السماوات والأرض والثاني لا يريد، وده عنده نفس القوة وده عنده، فحياة مانع يعني حياة عقل. ولذلك لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. الفساد معناه هنا إيه؟ معناه لا عدمتا، يعني العدم، بمعنى إن ده عاوز يخلق ده مش هيبقى، معناه مش هيتم الإيه؟ الخلق. واضح؟ إن المراد بالفساد في الآية مش اختلال النظام، المراد الفساد يعني الانعدام، يعني لم توجد. واما ان اتفق فلان واما ويلزم عجز المثلين من جهه التمام، يعني معناها لا يريد عكس الحين مع بعض،
وبين الإرادتين وبين القدرتين، ده ليه إرادة وده ليه إيه؟ إرادة، ده ليه قدرة وده ليه إيه؟ قدرة. بعدين يقول لك سواء اتفق على ممكن واحد أو اختلف. طب موضوع الاختلاف ده ظاهر، ده عاوز يمكن والثاني عاوز إيه؟ يعدل، ده عاوز يحييه والثاني عاوز يمين، واضح. هم لو اتفق من بحشي أفرض اتفقوا مع الله، والله اللي أنت هتعمله أنا موافق عليه، إن كنت عاوز تخلق أنا ما عنديش مانع. يبقى هنا اتفقت الإرادتان، يبقى إيه اللي لماذا؟ يبقى هنا في الحاجة نسميه التوارد، يسمون على شبهة الاتفاق يسمى برهان التوارد، وعلى شبهة الاختلاف يسمى برهان التمام. يبقى قال لك أما إن اختلف فظاهر، ظاهر ظاهر. أمال أما إن اتفق، يلا قل. وأما إن اتفق فلأن لكل ممكن وجودا واحدا، يعني بعض الملحدين أو الناس اللي هم غير دارسين في الأزهر يقول لك يعني الكلام اللي أنت بتقوله ده أنه لو أنه اثنين وامتنعوا هيترتب على ذلك عدم وجود شيء، مش كده؟ لكن إن اتفق إيه المانع؟ يتفقوا مع بعض ويبقوا سمنا على عقل وما فيش، يعني حبوا حبايب يعني حبوا اعداء، اختلف يعني حيكونوا ايه؟ اعداء. لكن ان اتفق قال لك عارف حتى لو قدرنا انهم اتفقوا برضه مش حيوجد العالم. يعني انت عاوز توجد زي طب ايه رايك انا اللي حربي؟ لا، مين حيوجد بقدره مين فيهم؟ ان وجد بقدره واحد الثاني ما عملش حاجه. طب وإن القدرتين أوجدوا مع بعض معناها ساعدوا بعض، ده إله تام مش عاوز مساعدة، وده إله تام، يعني إن نفذوا فيه القدرتين مش عندهم اجتماع مؤثرين على أثر واحد، وإن نفذ قدرة واحد والثاني قدرته تعطلت. طب وش معنى ده اللي تعطل والثاني ليه اللي ما تعطلش؟ يعني على فرض الاتفاق مش هينفع، لانه في الحاله دي نقول العالم ده او زيد مثلا مخلوق بقدره مين فيهم؟ قلنا بقدره واحد يبقى ما خلقوش. طب وان قلنا بالقدرتين يبقى معناها ده عاجز عشان لابد عاوز شريك معاه ما يقدرش، يعني معناها لا يقدر على ان يخلقه منفردا فلازم محتاج لمساعده، وان احتاج الى مساعده يبقى مش اله. طب وبعدين يبقى كده برضه زيد مش هيخلق لانه لازم ايه؟ يخلق بالقدرتين مش هينفع. طب بقدره واحده مش هينفع، ما يدخلكش في هو ده اللي احنا عاوزينه. واما ان اتفق فلان لكل ممكن وجودا واحدا. يعني هو خد بالك عارف زي ده، شوف كده شوف العباره جميله جدا، قال لك واما ان اتفق فلان لكل ممكن وجودا واحدا. والله هو زيد حيتوجد مرة واحدة، ما هو لو كان ينفع يتوجد مرتين ماشي، يفرض الإلهين كل واحد فيهم حيخلق زيد مرة، يبقوا اثنين زيد من زيد واحد، ما هو خلق إذا خلاص خلق، هي معنى خلقه المرة الثانية تحصيل حاصل، اللي معناها أنت ما وجدتوش جنب أوجدته، أما أوجدته مرة ثانية كيف أوجدته مرة ثانية؟ وتوجد في المرة الأولى وجود تام بعين ورجلين وسمع وبصر وكذا، بس أنت عملت إيه زيادة؟ ما فيش، يعني هو نفس الإيه؟ الوجود. يقول لك وأما إن اتفق فلأن لكل ممكن وجودا واحدا فيستحيل أن تنفذ فيه إرادتان وقدرتان. يستحيل فيستحيل أن تنفذ فيه إرادتان وقدرتان، وإلا لازم انقسام ما لا ينقسم. يعني إيه معنى انقسام وما لا ينقسم؟ يعني هو حل واحد حتى لا عشرين، انقسام وما لا ينقسم، أو تحصيل الحاصل، أو تحصيل الحاصل معناه إيجاب الموجود أو إعدام المعدوم، يعني شيء معدوم تقول أنه هو معدوم، أو شيء موجود وأنت تقول أوجدته، هذا اسمه تحصيل حاصل. فلا بد إذن من عجز إحدى القدرتين وإحدى الإرادتين، ويلزم منه عجز الأخرى. يعني زي ما أنت بتحل مشكلة وقعدت تشوف في الآخر وصلت للحل، ما عجبكمش،
فيجي واحد يقول لك انا عندي حل، تقول له ضربون، يروح يقول لك نفس الايه الحل اللي اسمه ده ايه تحصيل حاصل. يا اخي لو انت تعزنا ومكتوب تقول عندي حل، ما هو انت كده بتحصل، اسمه ده ايه تحصيل حاصل. ويلزم منه عجز اخرى لمن عقد بينهما من المماثله، هذا كله في المثل الحقيقي العام. واما اذا فرض المثل خاصا في بعض الصفات يعني كل اللي قال ده في المثل الحقيقي العام، ايه معنى المثل الحقيقي العام؟ يعني هو مساوي له من كل الايه الاوجه وعام في جميع الايه في جميع الصفات. انما في مثليه بتبقى مش عامه خاصه، يعني مثلا يقول لك ايه محمد مثل الاسد، هنا ايه وجه شبه واحد الشجاعة والاحزان مش مثليه تامه، الحيوان الاسد عنده رائحه كريهه، الاسد مختلف، انا بمثل فقط في ايه في شيء واحد اللي انا اسمها المثليه ايه الخاصه. انما لما اقول الاسد ده مثل الاسد ده يبقى مثليه عامه، اللي في مثليه خاصه وفي ايه مثليه عامه. هنا حننتقل الى المثل الايه الخاص. يعني تصور حتى الكفار او المشركون ما زعموا ان المثليه لله تعالى مثليه تامه او مثليه عامه، لجعلوها مثليه خاصه. يعني ما جعلوا الالهه او الشركاء يساوون الحق تعالى في جميع الصفات، ولكن في بعض الوجوه. يعني في القدرة والإرادة مثلا، مش في العلم ومش في كل مش في الذات، في بعض الصفات، فيسمى ايه المثل ايه الخاص او المثليه ايه الخاص. فإنه يلزم الحدوث ايضا لكل من المثلين، يعني حتى لو فرضنا ان المثليه خاصه فيلزم من ذلك الحدوث ايضا لكل من المثلين، سواء كان خاص او كان ايه أو كان عام. لأن كل واحدة من الصفتين المتماثلتين تحتاج إلى مخصص يخصصها بالمحل الذي وجدت فيه لقبول كل واحدة منهما حينئذ المحلين. فيلزم أن تكون يعني هي تقبل هذا المحل وتقبل هذا المحل، فلماذا خصصت بمحل دون الآخر مع أنه كان ممكن تكون فيه في الآخر وليس في الأول مثلا. نعم. فيلزم أن تكون كل واحدة منهما جائزة الوجود، حادثة عارضة لكل من الموصوفين، وكل واحد منهما لا يمكن أن يعرى عن هذه الصفة الحادثة أو ضدها، ولا يكون ذلك الضد إلا حادثة. يعني لا يمكن لكل واحد أن يعرى عن هذه الصفة أو ضدها، يعني عنها أو عن أو عن ضدها. ولا يكون ذلك الضد إلا حادثة، فيلزم أن يكون كل واحد من الموصوفين. لماذا لا يكون ذلك الضد إلا حادثة؟ لأن الضدين متماثلان، ما دامت الضد حادث يبقى ضده ايه؟ حادث. نعم.
فيلزم أن يكون كل واحد من الموصوفين حادثا، وذلك ينافي ما ثبت للإله. يعني إذا كانت الصفة حادثة وهي قائمة بالموصوف والموصوف ملازم لها، يعني لا يخلو عنها أو عن ضدها، فكل ما لازم الحادث وهو إيه أهو معنى إيه، فيلزم أن يكون كل واحد من الموصوفين حادثا مفهوما، يعني مش من الصفتين، من الموصوفين. وذلك ينافي ما ثبت للإله من وجوب الوجود. يعني لو ثبت أنه حادث يعني الموصوف والموصوف إله، فهذا ينافي ما ثبت له من وجوب الوجود. ويلزم حينئذ العجل لأجل الحدوث والتمانع إن فرض المثل في الحكم. يعني لو ثبت أنه حادث وليس واجب الوجود وإنما هو جاهز الوجود، فيلزم العجز ليه؟ لأجل ليه؟ الحدوث. ويلزم التمانع إن فرض المثل في القدرة والإرادة، يعني هذا قادر قدرة مثل قدرة الآخر، ومريد إرادة مثل إرادة الآخر، فيلزم من وجود قدرتين وإرادتين متماثلتين أن يمنع كل منهما الآخر، لأن يريد هذا إيجاد شيء ويريد الآخر إعدامه. ويلزم حينئذ العجز لأجل الحدود، يعني يلزم حينئذ العجز لأجل إيه؟ ويلزم تنتبه حينئذ التمانع إن فرض المثل في القدرة والإرادة، يلزم أن يتمانع بس إيه؟ بشرط أن يكون المثل في القدرة والإرادة. فقولنا ولا مؤثر معه في فعل من الأفعال هو من باب عطف الخاص على العام، لأن وجود المؤثر معه تعالى يرجع إلى وجود المثل له تعالى في بعض صفاته. يعني لماذا قال ولا مؤثر معه في فعل، مع أنه لو كان له مثل لكان المثل مؤثرا، أنه مؤثر، فهذا يعتبر سبق نفيه، فلماذا جاء بالعطف مرة أخرى؟ يقول ذا عطف خاص على إيه؟ على عام، لأن وجود المؤثر راجع إلى وجود المثل له في بعض إيه؟ صفاته. أقوم اللي مش فاهم عبارة يسأل عنها، يعني لما نقرأ هذه كلمة كلمة أي عبارة غير مفهومة يجب عليك السؤال، يجب مش يجوز، يعني السؤال واجب وليس بجائز ولا مستحيل. فقولنا ولا مؤثر معه في فعل من الأفعال هو من باب عطف الخاص على العام، لأن وجود المؤثر معه تعالى يرجع إلى وجود المثل له تعالى في بعض صفاته. يعني لو قلنا بوجود مؤثر يعني معناها بوجود مثل، بس في بعض المثلية الخاصة وليس المثلية العامة، يعني كأنه عم يقول لك مش محتاج يقول إيه العبارة التي يعني عم يقول لك ولا مؤثر معه، أما هي معناها المنفية بنفي إيه المثلية، بس هنا المثلية في بعض الصفات. فلو وجدت صفة في حادث يتأتى بها الإيجاد والإعدام لكانت مماثلة لقدرة الباري جل وعلا، فتكون حادثة لاحتياجها إلى مخصص يخصصها بالذات العلية. يعني لو وجد الصفة في حادث يتأتى بها الإيجاد والإعدام، يعني لو أن مخلوقا يعني حادثا مخلوق وجدت له صفة يعدم بها من يشاء ويوجد بها من يشاء ويحيي بها ويميت بها لكانت مماثلة لقدرة الباري جل جلاله، لو وجدت فتكون حادثة. إيه فتكون حادثة؟ ها ترجع إلى إيه؟ ها مش الصفة الحادثة التي تأتى بها، ترجع هذه يرجع إلى إيه؟ فتكون يعني القدرة
قدرة الباري. قدرة الباري مش القدرة الحادثة. يعني القدرة الحادثة هي حادثة. فكيف يقول تكون حادثة؟ فتكون قدرة الباري. فكانت مماثلة لقدرة الباري فتكون أي قدرة الباري. واضح؟ فلازم ترجعها كده عشان نستقيم الفهم. فلو وجدت صفة في حادث يتأتى بها الإيجاد والإعدام لكانت مماثلة بقدرة الباري جل وعلا، فتكون حادثة لاحتياجها إلى مخصص يخصصها بالذات العلية. ما هي التي تكون حادثة؟ لو وجدت لاحتياجها إلى مخصص يخصصها بالذات العلية ويخصصها بعموم التعلق عن نظيرتها. يعني مثلا القدرتان مؤثرتان وقديمتان. لماذا القدرة قدرة الباري خصصت بعموم التعلق والأخرى بالبعض؟ اللي خصص هذه بالعموم والأخرى بالحدوث. وحدوث الصفة يستلزم حدوث موصوفها. يعني لو كانت الصفة تحتاج هنا في مقدمة أو في نتيجة مقوية، يعني لو كانت الصفة يعني يقول فينا إيه، فلو تكون حادثة هي صفة الذات لاحتياجها إلى مخصص يخصصها بالذات العلية ويخصصها بعموم التعلق عن نظيرتها. يعني أعود يقول لك إذا كانت كذلك يعني محتاجة إلى إيه مخصص فتكون ايه حادثة. فرح قال وحدوث الصفة يستلزم حدوث موصوفها. وحدوث الموصوف يعني معناه حدوث الذات العلية تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يعني كده حيؤول الامر الى حدوث الذات العلية. وذلك يستلزم حدوث الذات العلية تعالى الله عن ذلك. فإن قيل تأتى الإيجاد والإعدام على فإن قيل تأتي أو تأتى فإن قيل تأتى الإيجاد والإعدام على وفق إرادة القادر وعلمه هو حقيقة القدرة الأزلية. تأتي فإن قيل تأتي فإن قيل تأتي الإيجاد والإعدام على وفق إرادة القادر وعلمه هو حقيقة القدرة الأزلية ولا مثل لها في ذلك، لأن الإيجاد والإعدام اللذين يدعيان لبعض القدرة الحادثة ليس من حقيقة تلك القدرة الحادثة بل هو عرضي لها بجعل الله تعالى لها ذلك. إن هي يقول عليها القدرة المودعة هو المودعة هو شيء عرض بس ليس فيها ذاتية فيها، إنما هي بجعل جاعله اللي هي القدرة أو القوة المودعة. فأنا عاوز أقول لك تأتي يعني الإيجاد والإعدام يتأتى بها ولكن ليس على إيه وفق الإرادة الحادثة أو القدرة، إنما على وفق إرادة القادر وعلمه هو حقيقة القدرة. لا هو مش حقيقة، هو حقيقة. يعني عاوز اقول لك الايجاد والاعدام في الحقيقة هو للقدرة الايه الازلية وليس للحادثة، ولا مثل لها في ذلك، ملاش مثل، لان الايجاد والاعدام اللذين يدعيان لبعض القدرة الحادثة ليه لبعض مغرش بكل ليه؟ لا يلزم القدرة الحادثة لا، لأنه عاوز يقول لك الادعاء ده في القدرة الحادثة اللي هي يثبت معها الإرادة اللي فيها اختيار، أما الأفعال الاضطرارية لا ادعاء فيها، هذا بل ادعى مع وجود الاختيار. لأن العبد يؤثر في إيجاد أو يخلق بعض أفعاله هي الاختيارية وليس يخلق الأفعال، لأن الاضطرارية لا نزاع فيها، إنما النزاع فين؟ وعشان كده قال لك لبعض القدرة الحادثة، لأنه في قدرة حادثة اضطرارية الأفعال الاضطرارية.
ليس من حقيقة تلك القدرة الحادثة. وهذا هو قول المعتزلة، أنهم يقولون إن التأثير ليس لحقيقة القدرة الحادثة، بل عرضي لها يجعل الله تعالى لها ذلك، فهي تؤثر بالتأثير في الحقيقة على وفق إرادة الله وعلمه، لا على وفق إرادة موصوفها وعلمه. هذا القول. بل جواب إن تأتي التأثير إذا كان عرضيا لهذه القدرة الحادثة، فإنه يلزم أن لا يرد على هذه القدرة على حياله، لأنه حال والأحوال لا يمكن أن تفعل على حيالها، فلا بد من خلق صفة، فلا بد من خلق صفة معنى وجودية في هذه القدرة الحادثة تكون علة لما عرض لها من تأتي الإيجاد بها والإعدام. إذا حيلزم عليه إيه؟ قيام العرب بالعرب، يعني حتكون القدرة قادرة ويكون البقاء باقيا والوجود موجودا، حيلزم لأن ده عرب إذا عرب، فحيلزم قيام العرب بالعرب. وإذا قام العرب بالعرب يلزم إيه؟ التسلسل، أننا سننقل الكلام إلى ذلك العرب الثاني، هل إيجابه للتأثير ذاتي ولا حنرجع لنفس الكلام الأولاني، فلا يتوقف بعد وجوده على إرادة، أو هو عرضي فيحتاج إلى عرض آخر يوجب له الإيجاب للتأثير وهلم جرا. وبالجملة فالذي يجب اعتقاده وقام البرهان القطعي عليه أن لا مثل له تبارك وتعالى، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال. قول فالجواب يرجع فالجواب عشان بس نركز، بس هنقف عند واجب له تعالى الكبرى. فالجواب إن تأتي التأثير إذا كان عرضيا لهذه القدرة الحادثة، فإنه يلزم أن لا يرد على هذه القدرة على حيالها، على حيالها ولا على حياله، فإنه يلزم أن لا يرد على هذه القدرة على حياله، اللي هو التأثير يعني، لأنه حال والأحوال لا يمكن أن تفعل على حيالها، فلا بد من خلق. يعني عاوز يقول لك هو حال، إيه الحال يعني؟ الحال هو إيه؟ صفة لا موجودة ولا إيه؟ ولا معجوبة، على القول بإثبات الأحوال. يعني عاوز يقول لك كونه قادرا يلزم منها إيه؟ وجود صفة وجودية اسمها القدرة، ما ينفعش الحال فقط على حيالها، فلا بد من إيه؟ من صفة وجودية، صفة معنى. فلذا إذا قلنا كونه عالما ينفع كده، كونه عالما من غير صفة اسمها العلم، ولا لا بد من إثبات المعنوية اللي هي الأحوال فرع عن إثبات الإيه؟ المعاني. أهو معنى أقول لك فإنه يلزم أن لا يرد هذه القدرة على حياله، يعني لازم يكون في صفة معنى، يعني ما ينفعش إثبات المعنوية فقط، لا بد من إثبات الإيه؟ المعاني. واضح؟ مفهوم ولا مش مفهوم؟ عاوز يقول لك الأفعال لا يمكن أن تفعل على حيالها، يا مثلا كونه قادرا يفعل أو يؤثر إذا لم يكن موصوفا بصفة معنى اسمها القدرة، أهو معنى أهو الحال الأحوال لا يمكن أن تفعل على حياله، لا بد من إثبات الصفات الوجودية هي السبع. والأحوال لا يمكن أن تفعل على حيالها، فلا بد من خلق صفة معنى وجودية في هذه القدرة الحادثة تكون علة لما عرض لها، لأنه الصفات المعنوية معللة كده، بخلاف الصفات المعاني غير معللة. إيه المعلل فيهم؟ المعنوية معللة بثبوت الإيه؟ المعاني. وذلك بيقول لك تكون علة، يعني عاوزين علة لإثبات المعنوية. ما هي العلة؟ هي الصفات المعاني.
هي علة والمعنوية معلولة، فلا بد من خلق صفة معنى موجودية في هذه القدرة الحادثة تكون علة لما عرض لها من تأتي الإيجاد بها والإعداد، ويلزم عليه قيام العرض للعرض والتسلسل لنقل الكلام إلى ذلك العرض الثاني. يعني مثلا لو كانت القدرة قادرة، القدرة قادرة، القدرة مؤثرة، ما هو التأثير هو إذا معنى كده حيلزم قيام العرض بالعرض، وقيام العرض بالعرض حيتسلسل، لأن حننقل الكلام على العرض الثاني، هنقول هو ذاتي ولا هو عرضي كده؟ لنقل الكلام إلى ذلك العرض الثاني، هل إيجابه للتأثير ذاتي فلا يتوقف بعد وجوده على إرادة، أو هو عرضي لها فيحتاج إلى عرض آخر يوجب له الإيجاب، يوجب له الإيجاب للتأثير وهلم جرا. وبالجملة فالذي يجب اعتقاده وقام البرهان القطعي عليه أن لا مثل له تبارك وتعالى، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال. والله تعالى أعلم. فيه شيء مش مفهوم في المضغة، قال وقوف عند قوله رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، ويجب له تعالى القدرة والإرادة المتعلقتان بكل ممكن، إذ العجز عن بعضها، يعني بعض الممكنات مستلزم للعجز عن جميعها، وذلك يستلزم استحالة وجودها لتوقف كل حادث في وجوده وإعدامه على اقتدار فاعله، وفي تخصيصه على إرادته، وفي كونه مرادا على علمه. فحنقف عند تعريف القدرة الأزلية وعند هذا المثل. الله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكري الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكري الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم أنجح مقاصدنا وقت حاجتنا وفرج كربتنا وأصلح أحوالنا واخذل للباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم علمنا ولا تنقصنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم ارضنا وارض عنا يا رب العالمين، بلغنا مما يرضيك آمالنا واخذل للباقيات الصالحات أعمالنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه يا كريم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحببتنا، واجعله وارثا منا وخذ بثأرنا منا ظلمنا وانصرنا على من عادانا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اشف مرضانا وارحم أمواتنا، واهلك انت فرض أعداءنا يا رب العالمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلاص إن شاء الله بعد رمضان.
الله.